غير محاسبة. أولا لو كان استقالة الحكومة تساهم في تهدئة الأوضاع وفي حل مشكلات البلاد فلن أتردد ساعة واحدة. أوضاع بلادنا قاعدين تشوفوا فيها التحديات، ذكرتها لكم وأنتم واعيين بها وهي تتكرر دائما. حتى الضمانة يا أستاذة، حتى الضمانة أنه لو تستقيل هذه الحكومة أنه النجم نعمل حكومة بسرعة، واحد، وأنه بعدها يجوا للمجلس الوطني التأسيسي ويخلوه يكمل الرسالة متاعه ما ثماش، لأنه كما خرجوا اليوم ونسحبوا ينسحبوا غدوة، استقالت الحكومة ويعودوا ينسحبوا البعض على الأقل. ولذلك احنا ثم مصلحة بين ثم مسؤولية وطنية قدامنا. مش ممكن المؤسسة التشريعية حرص البعض على شلها، نزيد ونكملوا نشلوا الحكومة وقت اللي نحن كما واحد ساعات يمثل يقول كي الطيارة اللي في منطقة زوابع شدوا الأحزمة، وانت تسمعي في الداخلية وزارة الداخلية وزارة الدفاع اش قاعدة تخرج من بلاغات، وسمعتيني اليوم شنو هي القرارات اللي هي خليناها مديدة التالي، لكن اضطرينا للتهيئة إلى آخره باش ناخذ احتياطات إلى آخره. بالتالي هذا ماهوش عمل اللي تقوم به حكومة مستقيلة كل نهار الوزير ويقول اليوم ما زلت وزير ولا مانيش وزير. ما نجموش ندخلوا فيها في شيء كيف ما هكا. بخلاف هذا معناها اللي موجودين في الحكم كما مثلا التكتل من أجل العمل والحريات ما نختلفوش معاه، ما نختلفوش احنا في انه الحكومه الطرح اللي يقول انه الحكومه التي تشرف على الانتخابات تكون حكومه متوافق عليها محايده الى اخره، كل الضمانات فيها تسمى حكومه كفاءات، حكومه وحده وطنيه، مش هذه التسميه، المهم الناس متفقين عليها ان هذه الناس كل مطمئنه هذه بس تسرع الانتخابات. انما الحكومه هذه تستقيل تو؟ لا، ماهوش مناسب للبلاد، حتى هما كيف رايهم ماهوش مناسب لله. رايهم انه قدمنا كل التنازلات ما دامها في مصلحه البلاد، وعلى اخواننا في المعارضه انهم يدركوا المخاطر ويجوا الى موقع سواء، واحنا طرحنا الحل الوسط اللي يضمن مصلحه بلادنا ويضمن المخاوف اذا كانت موجوده مخاوف اطراف المعارضه وغيرها. وانا على حد معرفتي انه عدد لا باس به من مسؤولي المعارضة يقدروا هالأوضاع هذه ويمشوا في هكذا خيار، لأنه في نفس الوقت يخدم بلادنا ويفوت الفرص متاع المخاطر إلى آخره، وفي نفس الوقت يمكن من تفهم المخاوف الأخرى، المخاوف متبادلة من الناس الكل، وإيجاد جهة متفق عليها تسهر على الانتخابات. والموضوع متعلق بشهرين أو قداش.